الحمد لله على الانتصار. كيف ما كتشوف الخصم ما كان سهل، انغولا فريق متمرس، شحال مره مؤهل لكاس افريقيا وتوصل ديما من الثلاثه الاوائل، والحمد لله تشبعنا التعليمات اللي عطانا المدرب ما بين الشوطين ودخلنا الحمد لله وسجلنا ثلاثه الاهداف متتابعين، والحمد لله جا الانتصار وهذا كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، كنحمد الله ونشكر على هذا الفوز، هذا فوز ضد المنتخب الانغولي اللي ماشي سهل. كيف ما كتعرفوا المقابله الاولى كتكون هي المفتاح ديال البطوله. الحمد لله حنا فرحانين بهذا الفوز هذا. دابا ان شاء الله نتكونسونطراو على المقابله الثانيه باش ان شاء الله نحققوا الانتصار. والله الا تبارك الله، انا اول مره جيت في جدو بحال هكا. حنا الحمد لله معروف المنتخب، الدراري كيعاونونا بزاف واجواء وكل شيء، وتبارك الله تبارك الله، شكرا بزاف، كتعاونونا بزاف، كتفرحونا بزاف، وكل ماتش اجي ومرحبا بكم وشكرا بزاف. اش نقول لك، البداية انتم شفتوا ديما كتكون صعيبة، كاس افريقيا هنا في المغرب راه شي حاجة كبيرة كبيرة بزاف، تقدر تلعب غير مرة في حياتك هاد الكوب دافريك في المغرب، والحمد لله راه البداية كانت صعيبة، من بعد عرفنا نرجعوا في السكور مع الكوتشين ديال هشام دقيق، وكما قال لنا هو خاصنا نثبتوا، خاصنا نديروا الخدمة ديالنا، خاصنا نثقوا في الإمكانيات ديالنا والكوتشين ديالو. بالجمهور بالامبيونس اللي كاين هنايا، راه ربي عالم، ربي ديما يوفقنا بالدعوات ديالكم، وكندير الاسباب كامله باش النتيجه ديما تكون بحال هكا ديما بالسكور طالع. الحمد لله، الشعور ديالي من الفرح من اول ما دخلت الصاله ديال القاعه وانا فرحان، ملي كتشوف هاد الجماهير الغفيره تبارك الله اللي جات. كما قلت، قلت واحد التصريح قبل ما نبداو بان ان شاء الله غادي يكون الجمهور غفير في هاد النسخه هادي، وكنبغي نشكرهم جميعا وكنطلب منهم ان شاء الله بيجيو مباراه ثانيه وثالثه ولمالا النصف النهائي والنهائي باش نحتفلوا كاملين بهذه الكاس الافريقيه ان شاء الله.